تمام، تسلم ايديك. كنت عايزه منك بقى دبل فيس بس يعني عشان تمسك شويه وقت حاجه بقى امسحها. تسلم ايدك. شوف هلا شو قلت لك؟ وشي حلو عليك. وشك بس تلمى بدل ما عبد الله يبهدلك. يعني انا اعرفك عليه يقوم خطفك مني كده؟ ايه خاطفني؟ انت شايفني ثلاجه ولا غساله؟ عموما من هنا ورايح بعد ما نصيب الجديد ده نحطك في شيفت بعيد عنه خالص. صباح الخير. صباح النور. اشتباكي كريم؟ على ايه خير؟ على نصيب الجديد. انت؟ انا عايزك تعمل ايه؟ انا عايزك تاخد البيت اللي جنب المستشفى ده ونهده اصلا. طيب بس تصريح الهد والبنى ده على اساس اللي احنا اشتريناه مش حاجه سهله. في يا عبد الله انت ليه محسسني ان انت اول مره تعمل حاجه؟ يعني كل عقده وليها حلال. اتصرف. تمام. عايزك يا هشام. طيب نكمل بعدين بقى. بقول لك ايه والنبي يا دكتور عبد الله، وبخلي المحروسه بتاعتك دي تلم نفسها شويه وتبطل قاعده في الريسبشن للي رايح واللي جاي. اعتقد ان دكتور اعتماد هي المفروض تقول كده. والله هي دكتورة اعتماد دلوقتي هي اللي بتدي الأوامر؟ ولا كريم بقى ابن خالتك اعتماد؟ طب اتفضل أنت عبد الله وأنا بكلمك نرجع نكمل كلامنا. أنا عايز أفهم إيه اللي بيحصل هنا. أنا اللي ممكن أعرف إيه الطريقة السخيفة اللي كلمت بيها عبد الله دي؟ طب ما تقول لعبد الله يلم المحروسه بتاعته بدل ما هي سارحه على كل واحد شويه في المستشفى، انت شويه وكريم شويه. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انا ما اسمحلكيش تكلمي معايا بالطريقه دي ولا عن اخلاقي مع خطيبه صاحبي. ماشي. سيبك من صاحبك دلوقتي. الاستاذ بقى كريم الصايع الضايع بتاع النسوان الكبيره بقى العضو المنتدب في المستشفى؟ هو حضرتك عندك اعتراض ولا حاجه؟ امال انا ايه؟ يعني ايه انت ايه؟ هو انت نائب المدير ولا عضو منتدب؟ وانا الحقيقه ماليش تايتل بس الناس هنا كلها معتبراني كده. وانا اعتبارهم عندي ملوش اي وزن. وانا ماليش وزن عندك يا هشام. ما هو انت لو كنت دخلتي بهدوء كنت فهمتك، بس انت على طول كده متعصبه، لازم تاخدي دواء مهدئ، تروحي لدكتور نفساني. عايز نعاشر الناس دي واقعد في صفيحه الزباله اللي انا عايشه فيها مع الاوباش دول، وعايز نهدى ازاي؟ افهمي عشان تهدي. ماشي، ممكن تفهمني؟ دلوقتي لطيفة هتدي نص الأسهم بتاعتها لكريم، يعني هيبقى شريك بأكتر من الربع، وهددت لو ما بقاش النايب بتاعي هتقلل نسبتي، وبدل ما يبقى الباشا النايب هيبقى صاحب المستشفى كلها. فهمتي ولا لسه عايز تفهمي؟ كريم؟ في إيه؟ جايبالي انا ملا وشي ليه؟ عايزه اتكلم معاكي في موضوع مهم، فقلت ما جالكيش الاوبرا عشان ناخد راحتنا في الكلام. نتكلم في ايه؟ مالك قلقانه ليه كده؟ ما تقلقيش. مش قلقان، انا بس عاوزه اعرف عايزاني في ايه. عندك شك ان انا وانتي اكتر اتنين في مصر فاهمين بعض؟ طبعا. وبعدين وما تعرفيش عني كمان ان انا بعرف اي حاجه بتحصل من ورايا بشمها كده؟ تعرفيش ازاي بقى؟ في ايه يا ليلى؟ اللي وداكي تزوري امي من غير ما اعرف؟ مش كنتي قلتي لي كنا رحنا حتى مع بعض؟ انا رحت زرت مامتك؟ مش حقيقي طبعا. مين دي؟ ايه رايك جبتها من على الكاميرا بتاعت الدار؟ مش انت دي؟ انا بس كنت عاوزه اطمن على الست الوالده، ما انت عارفه انا بحبها قد ايه. بنت انت، ما تستهبليش عليا. هنهزر ولا هنتكلم جد؟ طيب طالما بقى عاوز تتكلمي جد، انا كان لازم ارد على الفيديو اللي صورتوني مع كريم. شفتي بقى ان انت عبيطه؟ شفتي ان انت ظلمتيني؟ اكيد انا ما عملتش كده عشانك انت يا هبله، انا عملت كده عشان افضح كريم، مش انت المقصوده خالص. وبعدين بقى صور مامتي دي يبلوها ويشربوا ميتها، مش هماني ولا فارقه معايا ولا تهز فيها شعرايا. يا ليلى، عشان ابين لك ان هي مش فارقه معايا، خلينا نتكلم في المفيد، خلينا نتكلم في اللي جاي احسن. يا ريت نتكلم في اللي جاي. لحظه واحده، ده تليفون من بره. الو؟ ايوه انا ليلى، مين؟ اهلا سمو الشيخ، ازاي حضرتك؟ لا طبعا بابا موصيني. حضرتك هتوصل بكره؟ ان شاء الله.
هتلاقي عربيه من اداره المستشفى مستنياك قدام باب المطار، هتاخدك وتجيبك فورا على عندي في المستشفى. توصل بالسلامه. باي باي. هو في ايه؟ انت مالك؟ حاجه في المستشفى هتتدخلي كمان في شغلي؟ طب ما تظبطيني. هظبطك احلى تظبيطه. دي نوران صاحبتي الانتيم، وده جان الملحق بتاع سفاره فرنسا هنا في مصر. اهلا يا جان. اهلا بيك. بقالك كتير في مصر؟ 4 سنين. 4 سنين؟ وبتتكلم عربي كويس قوي كده ازاي؟ انا علمت في فرنسا بس اتكلمت في مصر. اتعلمت في فرنسا ايه يا عم؟ ده بيتكلم عربي احسن مننا انا وانت. ده بيقعد على قهوه في حتت شعبيه احنا اصلا ما نعرفهاش. بجد؟ طيب ناوي تقعد هنا في مصر ولا راجع فرنسا؟ راجع. بجد؟ كويس قوي قوي. مس ليلى الضيف العربي وصل. اهلا وسهلا، نورت مصر كلها. والله مصر منوره باهلها. دكتور هشام جوزي وصاحب المستشفى دي واحسن دكتور تجميل في مصر. اهلا وسهلا. ده اللي هيظبط لحضرتك كل اللي انت عاوزه. والله حكاني عنه الوالد. اهلا بيك يا فندم، ان شاء الله تخرج من عندنا مبسوط وكل اللي انت عايزه كمان. الله يحفظك دكتور. سلمى. اتفضل دلوقتي معانا، هطلع حضرتك على الرويال سويت تستريح شويه وتعمل شويه فحوصات. والله ما بيخالف. ورا يا شباب. نورتنا يا فندم. أنا مش عايز ولا غلطة. الراجل ده لما عملت عنه سيرش طلع من أغنى أغنياء الخليج. مش عارف إزاي باباكي أقنعه يجي يعمل عملية هنا بدل أمريكا. ياكش يتمر بس. عبد الله مش هوصيك. ها؟ المأذون اتأخر ليه؟ سمعنه جاي. قدام نص ساعة كده. نص ساعة. أنت جبتونا بدري ليه يا ابني؟ وإحنا فاضيين؟ معلش يا هشام، الاتنين يخصوك. العروسة قريبتك والعريس خال بنتك. وبعدين انت هتشرفنا هنا دكتور هشام. اتفضل. متشكرين يا سيدي، مش عايز. كلم الشيخ بس عشان عندنا 100,000 حاجة. طيب حاضر، هخش استعجل لطيفة واكلمه من جوه. لا أنا هستعجل لطيفة وأنت كلمه. طيب. تعمل لي إيه يا لالا؟ بعمل شغل يا شوشو. طب انا جعانه. خش عند الدادة جوه هتعمل لك اكل. ماشي. طب استني شويه وانا هقوم احضر لك العشاء. واو، ايه ده؟ ايه اللي في الادب دي؟ مش تستاذني عيب كده، ازاي تبصي كده؟ سوري. اتفضلي خشي اوضتك. مش ده قالوا كريم؟ مش هوصيكي على كريم. لا توصيني ايه؟ ده انت توصي هو عليا. انا بكبر. ما تقوليش كده، ده انت زي القمر. في ايه يا دكتوره؟ انا ست واقعيه، ما بضحكش على روحي. كريم في عيوني. المهم هو ما يجرحنيش. انت ست، فاهمه انا اقصد ايه. فاهمه كويس. ربنا يوفقك.